استوديونات. المرة هذه رجعنا معكم زادة بريبريك جديدة وعبد جديد اللي جوينا التيم كما نقولوا. قبل ما نحكيوا على ريبريك مايا عسلامة. عسلامة مرحبا بيك. عايشك مخصي. فرحانة بحضنا. فرحانة. هذاك علاش ديجا باش تحكينا على الكتاب اللي الحقيقة الاسم تاع الكتاب إلي تخي كابتيفون. نمشيو ديريكتومون لكتاب اليوم. كتاب اليوم. كتاب اليوم. كتاب اليوم هو لو برانسيب دو بيتر. هي نظرية أسسها لورنس جونستون بيتر وريمون هول في 1969. حسب النظرية هذه دون زان سيستيم يغارشيك، كيف الموظف يقدم في الكاريير متاعو قاعد يطلع في اليغارشي حسب نجاحه في تجاربه السابقة، لين يوصل للحد اللي المهارات متاعو ما عادش تخليه يكون كومبيتون باش يطبق مسؤولياته الجديدة. يقول لك اللي الكفاءات اللازمه باش تنجح في وظيفه مش ديما يفيدوك في وظيفه ما اعلى في الهيراركي. مثلا معلم ناجح ماهوش بالضروره باش يكون مدير ناجح، على خاطر لي دو بوست ماهمش يطلبوا نفس الكفاءات. يقول لك زيدا قد ما تطلع في الهيراركي قد ما عندك حظوظ باش توصل المستوى عدم الكفاءه متاعك وتصير لك لا ستاغناسيون دو بيتور دونك الركود. حسب التجارب نتاعهم خرجوا الاحصائيات هذوما، 30% من الموظفين أكهاو هما أكفاء في خدمتهم، 60% ما همش كومبيتان، و10% ما همش كومبيتان بالكل في خدمتهم. في لو برانسيب دو بيتر يفسرولنا كيفاش نوصلوا لعدم الكفاءة هذه عن طريق دي سيتواسيون وأمثلة واردة نفهموا بيهم برشا حاجات نتعاملوا معاهم في حياتنا اليومية. كتاب اليوم. كتاب اليوم. كتاب اليوم. غازي كالعادة ستيلو والورقة بديت سايب لي ستيلو يا ورقتي. أنا كي راك وليد نحب الكيوريوزيتي والله، كي تبدا راك تكتب نحب نعرف فاش قاعد تكتب. هذاك علاش نقول لك قول لي فاش قاعد تكتب. سر المهنة هذاك. ستاغناسيون دو بيتر معروفة راهي معروفة على الأخر. تطلع 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 للي تقف ما عادش نجم تزيد، كيما يقول لك وخر وخر ظهر الأحمر وفاه مثلا بالتونسي نتاعنا. أما كونكريتمون راهو لو برانسيب راهو محليها على الأخر، هو كي المراية تشوف روحك في المراية تعقل روحك انت شنو ما لي بوان بوزيتيف نتاعك شنو ما لي بوان نيجاتيف. ما تحشمش من روحك، انا لو بوست هذاك ما نجموش. ان بوست دو ديريكتور نيتي جامي ان بوست ديكزيكوتور. نجم نكون اقوى اكزيكوتور، نجم نخلص بارش اون طونك اكزيكوتور، نجم نخلص حتى اكثر من عارفك. راه موجود هذا في الدنيا، معناها ساعات انت في تشكيله نتاع كوره باش تلقى مبابي يخلص اكثر من لونترينور. مبابي مش بالضروره انه يكون اونترينور ناجح نهار اخر. دونك باش تقرا الكتاب هذايا باش تفهم البيرسوناليتي نتاعك وين تتماشى بالضبط في انا سيكتور، شنو هو الباهي فيك شنو هو الخايب فيك اترافير دي زيكزامبل كونكريت كونكريت. فوالا مايا نرجع معك انت. الاتيديون كي يقرا الكتاب هذايا شنو هي الحاجه اللي نجم يستخرجها، شنو ينجم يتعلم من الكتاب هذايا؟ بي ديجا هو الاتيديون il évolue dans un système hiérarchique من الفاك خاطر معناتها c'est le système le plus commun. Donc حتى في les clubs في كل شيء il va rencontrer ce genre de système. En plus, on va sûrement bichirdem, donc bichitarad ce genre de structure. Ou c'est intéressant de savoir la psychologie de la hiérarchie, comment elle fonctionne. Bichitarad, quand tu te positionnes en tant qu'un membre de cette structure, ou bichitarad, c'est d'ailleurs qui trouve un abdi qui n'est pas compétent. Fi fi chadem tu fi aud tqol maneh aash bin arash chadem tefhem illi hawa en fait c'est pas ça. Il est arrivé à la stagnation de Peter, donc t'as quelque chose de frustration, déjà surtout le نجم النحي ou le jugement qui m'a قلت انت ماي معناتها راه واحد ما عرفش يخدم الخدمه ذيك راه مش اوتوماتيكمون راه ما يعرفش ولا ني با كومبيتون. النجم كيما قلت معناتها خرجت من زون دو كونفور نتاعو وخرجت من التاش برينسيبال نتاعو، دونك حاليا لازم عبد اخر يبرون الغوليف هذايا وبيان سور يخدم هو الخدمه وذاك المهم. مايا ميرسي بوكو على الكتاب. ديجا من الكتاب باش نمشيو توا سينما باش نقعدوا في نفس المود باش نحكيو باقي باش نقعدوا في الفن معناتها كل شيء. هذاك علاش نمشيو في ستودنت سكرين مع غازي قايد.